دقيقة كبيرة من أندريايو يجبر إسامة بيكو على المخالفة ويكسب مزيد من الثواني. الفعود الكونغورية يقع السيادة في غانا من النجوم السوداء. أندري أيو تبع الكرة على اليسار والحارس ماتامبي على اليمين. فرحانة توصف لنجم الكرة الغانية أندري أيو. الوقت يمر والأحداث الآن أمر وأمر على منتخب الكونغو صاحب اللقبين 1968 و1974، قريب جدا من الخروج في هذه النهائيات 31. منتخب الغاني قد يكون ثالث المتأهلين بعد الكاميرون وبوركينا فاسو إذا كان تمكن من الصمود أمام الفعود إلى نهاية المباراة. تشافي بابا كرة لبوكادي يقاتل منتخب الكونغو. جون باي يضع الكرة خارج الإطار أو دانيال أمارتي. بوكاني بدون ناشئة إلى حد الآن في انتظار بورينغي سيلعب الورقة الأخيرة. أكيد المدرب إيبينغي سيدخل لاعبين اثنين. ما يترسي لنا مباغاني كيلاني. قلت لكم سيدخل في مكان الدومبي، يعني إخراج متوسط ميدان وإدخال مهاجم تعزيز هجومي إلى جانب بوكاني وسيدريك باكامبو في مكان بوكو صاحب الهدف الأول. بمهاجمين اثنين الآن سيناور المنتخب الكونغولي منتخب غانا. بوكيلا بوكاني و بوكيلا. ترجع كرة أخرى كابانانغا يخسرها من أفول ونجوم من أجل النوك داون. أريسون أفول يوصل كرة رائعة. والحكم يقول لا مخالفة لمنتخب الكونغو. ومضات كونغولية وإصابة في وسط الميدان تبدو أنها عضلية. الحكم يطالب بإخراج الكرة والإسعاف الحيني. What the hell happened to him? He needs to get up. وإصابة للرومي مولومبا. إصابة للرومي مولومبا. ضاع منتخب الكونغو في بحر الظلمات للمنتخب الغاني بهدفين للأخوين جوردان وأندري أيو. مولومبا يغادر لم يعد قادر لكنه الوقت يمر. جيريمي بوكيلا مهاجم كوانزو إيفرغراندي اللي كان يلعب زمان في الخريطيات القطري لعب للتيري غروزني الروسي مهاجم ثاني الى جانب بوكاري. تتواصل التغييرات من جانب المدرب فلورون إيبينغي. هذه المره الدخول لبولينغي مهاجم ثالث يدخله الان في مكان مولومبا متوسط الميدان الدفاعي بثلاثه مهاجمين قلوب هجوم. المدرب فلورون إيبينغي يحاول تغيير مصير المباراه. بولينغي بوكاري وبوكالي خطورة قادمة في الست دقائق على الدفاع الغاني. هل سيصمد أمام هذه الهجمات الكونغولية المنتظرة؟ تماس لمولومبا اللي قام بالعفو لضربة جزاء اللي جاء بها كريستيان أتسو. مارسيل تيسيران قلب الدفاع طويلة منه مدافع إنغولشتاد الألماني. بوكاني لمس كرة بالراس وتعال ترجع من جديد لبوكاني لبوكيلا. بوكيلا لليسار التوزيع والخطورة. ممكن
باكمبو. ضيعها كريستيان باكمبو. هدف التعادل بأقدام لاعب فياريال الإسباني سيدريك باكمبو. فرصة كبيرة لمنتخب الكونغو. خمسة دقائق من نهاية المباراة. ماذا يمكن أن نقول على هذه النهاية الدراماتيكية؟ شعب غاني بالانتظار عنده يحسب في الأيام، عنده الساعة بعام، وشعب كونغولي جريء في انتظار الانفراج قبل نهاية المشوار. ترجع الكرة لماتامبي. سباق ضد الزمان الآن يخوضه المنتخب الكونغولي. بالعذاب يا حبيبي بالعذاب. كرة لمبوكاري، كرة Jambi, you come out. I have internet. My ultim. Come on. المنتخب الغاني على المستطيل الاخضر فلورا ايبانكي يلعب الهجوم ولا شيء غير الهجوم. المنصه الشرفيه امامنا مشاهدينا الكرام كالعاده التدوين لكل المعطيات. الركنيه خطيره ممكن تحدث فيها سيناريوهات غريبه. اذا نتابع. الحكم يأذن بالتوزيع وكورة. ماما موتشابي 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 موتشابي. وفي النهاية ضربة مرمى للمنتخب الغاني. مرت بسلام مرت بسلام. كورة في الشباك حتى أنه لكن المهارة والشطارة للحارس بريمارا ساكا. دقيقتان للنهاية في أكرا في خماسي. أكيد فرحة غنية لا توصف بالوصول إلى مربع الذهب. والضربة القاضية جاء من أشيان فونغ على طول. أندري أيو التمهيد لكريسان زولا. يرجع باردي أفري أكوا. استغلال هذه الكرات الاستعراضية لقتل الزمن أمام الكونغو في هذا الأوان. جان باري أندري أيو تعدي بسنة رائعة. أيو يقتل في الوقت ساعة دقيقة من ثمن أربع دقائق. وما زال الكونغو متشبث بخيط رفيع. مخالفة ضد أندري أيو بالفعل. يعتبر الحكم استفزاز. اخر الومض. مخالفة ضد اندري ايو بالفعل. التصدي من اتسو. اضطراب في دفاع الفوت. يعدي الزمن. بيكو 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 تدخل يا شيان بانغ. وكاسو جوردان ايو يفتك منه الكره. هجوم عكس منتخب الكونغو. بوكاني بوكاني ينتظر في المساندة. بوكاني
كل الغانيين في الدفاع. وضاعت الكرة وضاعت الدقيقة الثانية من أصل 4 دقائق. منتخب غانا قريب من الدور نصف النهائي. الفهود سيغادرون مباراة الإثارة، مباراة التشويق، مباراة شفنا فيها الشوط الثاني أوفى بكل الوعود. لياقة بدنية، حسابات تكتيكية، لقطات فردية. ترجع لجوردان أيو. دفاع آخر دقيقة ونصف للنهاية. المقصية لصالح المنتخب الغاني. وكاسو مباراة بدنية رهيبة لنجم باناثينايكوس اليوناني. الأوقات الصعبة الآن عاصفة على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف أندري أيو من ضربة جزاء في دقيقة 78. كرة لبوكاني، كرة رائعة. Damn, he tried so hard. مشاهدينا الكرام، منتخب غانا في المربع